بسم الله الرحمن الرحيم، مرة أخرى أحييكم مشاهدينا الأعزاء في كل مكان، وينطلق شوط من أشواط هذا اليوم الذي قرر لها 17 شوطا. انطلق هذا الشوط بتوجيهات وأيضا بمتابعة رجال اللجنة المنظمة لسباقات الهجن برئاسة سعادة الشيخ حمد بن جاسم بن فيصل آل ثاني الحاضر والمتابع لجميع انطلاقات هذا السباق المحلي الأول، فله منا جزيل الشكر والتقدير ولكافة أعضاء اللجنة الكرام. أيها الأعزاء، هذا الشوط خاص بالثنايا البكار، ومقدمة الشوط بشاير حمد بن عبد الهادي بن دخيل الدوسري، ولكن ينخطف أو تنخطف مقدمة الشوط في هذه اللحظات من زياء من شعار محمد بن زايد بن خلفان المنصوري من خلال الشعار اللي عليها أكثر من رقم، ما تنطلق في مقدمة الشوط بنسميها الغربية حالما يصلنا الاسم الصحيح. ننتقل إلى المركز الثالث، ومن تحتل ثالث المراكز فزعة لسعادة حامد بن مايقل حبابي انضم لإدريس صالح الكباشي. ننتقل إلى المركز الرابع، ومن تحتل رابع المراكز منصورة حمد بن عمير بن راشد بن عفيش الشهواني. المركز الخامس، ومن تحتل خامس المراكز، نحاول التعرف في هذه اللحظات على من تحتل خامس المراكز وتقود هذا السرب القادم من المركز المراكز المتأخرة هنا الدوحة لسعيد بن عبيد بن سعيد بن رشدان المري. هذا هو الدوحة، وأيضا شعار سعيد بن عبيد بن رشدان المري يتواصل مع الدوحة، والحمد لله على السلامة يا أبو عبيد، ونتمنى لك التوفيق. نعود مشاهدينا الأعزاء إلى مقدمة الشوط وإلى من تحتل المركز الأول الغربية لمحمد بن زايد بن خلفان المنصوري، ما زالت سيدة الموقف حتى هذه اللحظات، وهذا هو شعار برمودا وشعار مقام من حققت المراكز الأولى في هذا اليوم بعرض ممتاز. إذا مشاهدينا الأعزاء، أعود إلى مقدمة الشوط وإلى الغربية التي تسيطر على زمام الأمور، وأيضا ليس مستغرب هذه السيطرة من هذا الشعار. أتمنى لكل المشاركين التوفيق. وصلتنا المعلومات الصحيحة عن بكرة محمد بن زايد بن خلفان المنصوري، شقرة هي من تقود زمام الأمور، شقرة مشاهدينا الأعزاء لمحمد بن زايد بن خلفان المنصوري على مقدمة الشوط بقيادة الخبير والمضمر الخطير محمود الوهيبي. أتمنى لك التوفيق. نعود إلى المركز الثاني، هنا بشاير الخير بشاير الناموس حمد بن عبد الهادي بن دخيل الدوسري على المركز الثاني. ننتقل إلى المركز الثالث، هنا فزعة لسعادة حامد بن مايقل حبابي وهل العامرية أيضا يترقبون السلام يا حامد. ننتقل إلى المركز الرابع، وصول من الدوحة لسعيد بن عبيد بن رشدان المري، واللي تلي الدوحة في هذه اللحظات وتقترب من الدوحة أيها الأعزاء صيبة لراشد بن حزام بن مقارح المري. هذا هو ندانا للخمسة المراكز الأولى، وأيضا هنا أسماء لم يحن موعد دخولها ولم يحن موعد تدخلها إلى 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 الخمسة المراكز الأولى وإلى عالم النداء والإذاعة. انتظروا الشعارات وانتظروا الأسماء التي لم يحن موعد دخولها من خلال الشعارات. شعار فهد بن طالب بن شفيع، معجب بن سعيد الخيارين، سعيد بن راشد بن حبيبة، سعيد بن علي بن راية، الفندي بن خميس المزروعي، أيضا محمد بن فران بن عتيق البريدي، غانب بن منصور الحاج ثعيلب، وأيضا المنصوري، وأيضا محمد بن طحنون بن مهيرة، وأيضا سعد بن عنزان النعيمي. ولكن شقرة مشاهدين الأعزاء، يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام على الانطلاقات واليوم وأيضا الإعصار. شعار الإعصار اليوم في الفورمة من خلال الأشواط التي انتزع هذا الشعار وحقق هذا الشعار، ويبدو بأن هذا الشعار مستعد استعداد تام لهذا الموسم، موسم 2013-2014. أتمنى له التوفيق بمتابعة وإشراف السيد محمد بن زايد بن خلفان المنصوري، من يقف خلف هذا الشعار ويدعم هذا الشعار، وأيضا من جد وجد ومن زرع حصد يا أبو زايد. 1500 متر، وما زالت الأمور مع شقرة، ما زالت الأمور مع شقرة مشاهدينا الأعزاء تسيطر وتحكم سيطرتها على صدارة الشوط. يا سلام يا سلام يا سلام،
شقرة. مشاهدينا الأعزاء تعود ملكيتها لمحمد بن زايد بن خلفان المنصوري وسيل جارف أيها الأعزاء من الشعارات أراه بقيادة الدوحة لسعيد بن راشدان المري على المركز الثاني المركز الثالث المركز الثالث المركز الثالث. هنا نصيبة لراشد بن حزام بن مقارح المري وايضا وصول اول نداء للدرعيه لفهد بن طالب بن محمد بن شفيع المري وايضا وصول ايضا من العنود لمحمد بن زايد بن خلفان المنصوري. ولكن شقره 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 والكيلو الاخير شقره مشاهدينا الاعزاء والكيلو الاخير يا متابعين يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام الناموس غربي الفوز غربي حتى هذه اللحظات. ولكن الدوحه 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 مشاهدينا الاعزاء الدوحه قادمه لترفع رايه التهديد. المركز الثالث الدرعيه لفهد بن طالب بن محمد بن شفيع المركز الرابع اول نداء لشموخ متعب بن طالب بن شريم بقيادة ومتابعة مضمر القرن يا سلام فيصل بن طالب بن شريم قادم على المركز الرابع. وأيضا شعار الدعم واصل من العنود لمحمد بن زايد بن خلفان المنصور الدعم اللوجستي لمن تنطلق في مقدمة الشوط. ولكن انطلقت أيها الأعزاء انطلقت شقرة انطلقت شقرة لتواصل مسلسل الإبداع في هذا اليوم والإمتاع من هذا الشعار. ولكن مضمر القرن واصل يا المنصوري مضمر القرن واصل يا محمود الله يا سلام يا سلام. شموخ 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 تنطلق وتلاحقها العنود وتلاحقها العنود محاصر شعار بن شريم ما بين شعارات محمد بن زايد بن خلفان المنصوري. هل تنتزع نقطة هذا الشوط وأيضا تفك هذا الحصار والاحتكار أم يواصل شعار محمد بن زايد احتكاره للأشواط في هذا اليوم؟ يا سلام يا سلام مضمر القرن مشاهدين الأعزاء والإعصار الغربي الإعصار الغربي ومضمر القرن العنود وشموخ العنود 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 تنتزع مشاهدين الأعزاء النقطة السابعة في هذا اليوم الشوط السابع. وايضا تواصل ايضا النقاط الى عزبه محمد بن زايد المنصوري تهانينا. وناموس شموخ المركز الثاني المتعب بن طالب بن شريم المركز الثالث شقره لمحمد بن زايد المنصوري المركز الرابع الحزام نصيبه الحزام بن راشد بن مقارح المركز الخامس المركز الخامس فوايد المركز الخامس فوايد صالح بن مسلم بن عقيل المري. هذه النتيجة مشاهدينا الأعزاء هذا هو توقيت العنود 7:56 ثمان أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس محمد بن زايد المنصوري المركز الثاني شموخ 7:56 32 جزء من الثانية. تهانينا الفيصل بن طالب بن شريم والتهاني موصولة للهوم بن طالب المركز الثالث شقرة توقيتها 7:56 78 جزء من الثانية. تهانينا أيضا لمحمد بن زايد بن خلفان المنصوري والتهاني موصولة لمحمود الوهيبي. أيها الأعزاء الشوط الثامن ينطلق والمايك